وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا والسلوان والسكينة والطمأنينة يا رحمن. حادث صعب وأليم جدا لما 8 يموتوا من مكان واحد. تطبطبي على قلوب الناس دي بإيه يا منى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إيه البشرة اللي منتظرة كل إنسان صبر على البلاء اللي عنده؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وأولئك هم المهتدون. الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله عليك يا منى. الجزاء الكبير اللي منتظر بقى اللي صبر على وفاة حبيب لي، أو صبر على بلاء عنده، أو صبر على طاعة، أو صبر على معصية. إيه الجزاء الكبير اللي إن شاء الله هينتظر كل هؤلاء؟ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، عشان كده ربنا أمرنا إن احنا نصبر. قال لنا إيه يا منى؟ واصبر وما صبرك إلا بالله
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نختم بقى منا بدعاء لأحبابنا اللي فقدناهم ودعاء برضو نصبر أهلنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل عليهم من شآبيب الرحمات بركات، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم انقلهم من مراتع الدود ومن ضيق اللحود إلى جناتك اللهم أنزل على قلوب أهليهم الصبر والسلوان والسكينة والطمأنينة يا رحمن، واجعلهم من الصابرين واجعلهم من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين.